صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقدم الركبة على اليد أم اليد عند الركبة؟ كل جائز، إذ الأحاديث التي وردت في هذا الصدد كلها ضعيفة، ولذلك فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ويرى جمهور العلماء تقديم الركبة على اليدين عند السجود، عند العويل السجود، لأثر عمر الوارد في ذلك.